طيب، أذهب إلى واشنطن سيدة واتكنز. قد تكون هذه المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة أن يتعرض مرشح رئاسي أمريكي إلى حادثتين لإطلاق نار خلال شهرين فقط. لا أدري إذا كانت تلك سابقة أم لا، لكن على أي حال، هل تتحمل الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية سلامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟ يجب أن يصلح لي أحد السادة إذا كنت مخطئة. أعتقد أن الرئيس السابق نيكسون قد تعرض لمحاولة اغتيال لمرتين، لذلك هذه ليست المرة الأولى، ولكن هذا لا يعني أن هذا لائقا، ولابد أن يكون الخطاب السياسي فيه نوعا من التوازن في بلادنا. فهذا الأسبوع قد شاهدنا هذا الأمر، فإن نفس الحملة الانتخابية قد تتعرض لهذا الهجوم، ويكون هناك هذه الآراء التي لا تتوافق مع ترامب، فإنهم يستمرون في التعبير عن نفسهم بشكل عنيف. وأنا سعيدة أن هذا الشخص قد ألقي القبض عليه من قبل الخدمة السرية، التي يبدو أنها تتعامل باحترافية مع هذا الوضع بالنظر إلى محيط هذه الحادثة. ولكن نحن نتطلع إلى مزيد من الفعاليات والانتخابات، فسلذا هناك ولاية في الولايات المتحدة حيث سيكون هناك أمور مخيفة أنا شخصيا أخاف أن أواجهها في هذه الولاية. دعونا نتذكر هذه المعارك الانتخابية وفي هذه الأماكن حيث شهدت هذه الأفعال العنيفة، يجب أن تعمل الحملات مع السلطات المحلية والمباحث الفيدرالية وقوات تنفيذ القانون للتأكد من أن هذه الإجراءات تحدث حول هذه الحشود، للتأكد من سلامة جميع المرشحين. طيب.